أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي للشهر الثاني على التوالي تشهدها العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية. أحمد الحدرمي مالك إحدى محطات الغاز يرى أن سبب الأزمة هو غياب الدولة المسؤولة عن توفير احتياجات المواطن الأساسية. دولة ما قدرت تضبط التجار ولا تضبط الرؤوس الكبار اللي يلعبوا بنا، وشركة الغاز من صافر يبيعوا القاطرات يوصلن يبيعون في الطريق لتجار السوق السوداء، نضطر ان احنا نشتري من تجار السوق السوداء، لو ما نكافي الشعب هذا نقدر نمشي من الأزمة قلي. هذه الأسطوانات أصبحت مقيدة وبلا حراك، فالغاز إما شبه منعدم في معارض البيع ومحطات التعبئة أو متوفر بسعر يتجاوز 2000 ريال للأسطوانة الواحدة. شركة صافر اقتحمها الحوثيون بعد اجتياحهم صنعاء وعينوا مديرا مقربا لهم، بينما أوقفوا شركة تكنولوجيا الغاز التابعة لمجموعة الأحمر والتي كانت تمون عشرات المحطات التابعة لها. الشركات النفطية والشركات الإيرادية، المؤسسات الإيرادية عموما كانت هدف رئيسي لجماعة الحوثيين، ومنذ دخولهم صنعاء ركزوا على هذا الجانب وحرصوا على السيطرة على الشركات والمؤسسات المعنية بإنتاج وتسويق المشتقات النفطية حتى يتحكموا بمصائر الناس، وكانت شركة صافر هي الهدف الرئيسي والأول لهم حيث داهموها في وقت مبكر. مدير إدارة التموين بشركة الغاز صرح لوسيلة إعلامية أجنبية بأن الصيانة في معامل الإنتاج لشركة صافر أدى إلى انخفاض مادة الغاز، بينما مدير عام الشركة أرجع السبب إلى إضراب سائقي القاطرات الخاصة بنقل الغاز. أزمة الغاز هذه دليل آخر على غياب الدولة وملامح جديدة لتردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن في الأيام المقبلة كما يرى مراقبون. أمين دبوان، يمن شباب، صنعاء.